هو 3 دجنبر اللي هو اليوم العالمي للاشخاص في وضعية اعاقة. كيف ما كنعرفوا في الدول الناميه اللي عندهم الاشخاص في وضعية اعاقة اللي عندهم الحقوق نتاعهم كيخرجوا في هذا اليوم باش يحتفلوا، ولكن اليوم وللاسف الشديد حنا في المغرب خرجنا ماشي باش نحتفلوا، خرجنا باش نناضلوا، لان ما يمكنش لنا اننا نحتفلوا وابسط الحقوق نتاعنا مهضومه. ما عندنا لا بطاقه وزاريه، ما عندنا لا منحه شهريه باش المعاق يعيش بكرامه، ما عندنا حتى شي حق في هذه البلاد. لهذا خرجنا اليوم باش نناضلوا ونوصلوا رساله ديالنا للحكومه على اساس ان ما يبقاوش يتعاملوا معنا بهذه اللامبالاه. بغينا يعطيونا الحقوق نتاعنا. عندنا 100 مطلب اللي وضعناه من 2016 الى يومنا هذا، وضعناه لقبه البرلمان، وضعناه للوزاره الوصيه، وضعناه في جميع الولايات وعملات المملكه، ولكن لحد الساعه لا حياه لمن تنادي. ما كاينش اللي عرفنا واش كاينين ولا ما كاينينش. اليوم جينا باش نوصلوا الرساله اننا غادي نناضلوا، وغادي نبقاو نناضلوا على الحق ديالنا حتى ناخذوه، لان ما دعا حق وراءه مطالب. احنا اليوم يعني غنقول لك الدول الاوروبيه كتحتفل، ولكن احنا ما غنحتفلوش، غنناضلوا، لان الحقوق ديال ذوي الاحتياجات الخاصه مهضومه في المغرب. هاد الوليدات هادو باقي حتى شي حاجه، ما الحقوق ديالهم مهضومه، ضايعين هاد الوليدات بهذا المعنى، هادي ضايعين. اليوم يعني كناضلوا، بغينا واحد البطاقه وزاريه، بغينا واحد المنحه شهريه، هادشي كله ما عندناش. وكنطلعوا للطوبيس كيقول لك خلص الطوبيس، يعني لا تمدروس، لا الطب حتى هو كتخلص، تمدروس كيخلصوا، الامهات كيعانيوا، يعني كيعانيوا في الصمت. كنطلب من الله سبحانه وتعالى، وكنطلب من الحكومه، كنطلب من جلاله الملك نصره الله باش يدار حل لهذه الفئه هذه، لانهم ضايعين والحق ديالهم راه مهضوم. اليوم حنا في واحد الوقفه تضامنيه مع الاشخاص في وضعيه اعاقه، اليوم حنا في وقفه تضامنيه مع تنسيقيه السلام الوطنيه. اليوم حنا ماشي غير نحتفلوا باليوم العالمي للمعاق، ولكن نناضلوا من اجل المطالبه بحقوق المعاق. حنا بغينا هذا الشخص في وضعيه اعاقه يعيش بكرامه، وباش يعيش بكرامه خاص يوصل الميساج ديالو لكل المسؤولين، لرئيس الحكومه، لكل يعني لوزاره الاسره والتضامن، خاص تخرج بطاقه المعاق للوجود، لان هذه البطاقه كانت وعود دائمه. خاص واحد المنحه شهريه لهذا الشخص في وضعيه اعاقه. هذا الشخص المعاق باش يعيش بكرامه خصو العديد والعديد من الاشياء اللي حنا اليوم غادي نناضلوا من اجلها حتى يوصلوا للمطالب ديالهم مشروعه.